مصبح عليكم أعزائي المشاهدين ببرنامج دنيا دنيا بيوم جديد. بدنا نبلش يومنا بنباتات مزهرة، يعني واحدة مزهرة واحدة لا، لكن أنا اخترت هدول النبتتين اليوم صراحة لأنهم تقريباً عصاريات، يعني تقريباً احتياجاتهم متقاربة. عصاريات هي الصباريات اللي بدون شوك، وهي من النباتات اللي ما بتتحمل زيادة مي نهائي، منها مثلاً الكالانشوا، منها سيمبر فيفم، منها أتشفاريا، في إشي داخلي وفي إشي خارجي. هلأ رح نحكي شوي عن هدول النبتتين علشان هم تقريباً داخلي إذا عم نحكي بالشتاء. هلأ ممكن تجاوزاً أطلعهم برا بالصيف ما في مشكلة، وأنا بعرف في البعض زرعهم برا، لكن المشكلة أنه بالبرد الكتير ممكن ما يتحملوا، علشان هيك بنوصي أنه بفترة البرد نفوتهم جوا البيت أو أصلاً يكونوا معيشين جوا البيت. ببلش بنبتة شلمبرجيرة أو العقربة، رح نبلش فيها. الاسم العامية العقربة، وفي يعني ناس بيقولوا لها العقربة أو الجمبري، لأنه إذا بتركزوا معي بورقتها، ورقتها زي الشرم، زي الرجل كيف بتكون مقطعة، أو رجل العقربة، عشان هيك سموها هذا الاسم. في منها ألوان، في الزهر ودرجات الزهر، وفي الأحمر. ما بتحب المي أبداً، ما بتحب البرد أبداً، بتفضل تعطش كثير، بتكون مبسوطة إذا عطشت، لكن أبداً ما بتكون مبسوطة إذا زدنا عليها المي. بتصفر وبتطرى الورقة وعلى طول ممكن نفقدها. نفس الشيء في البرد، في البرد ممكن كمان إذا نزلت درجات الحرارة كتير ما حتتحمل، زي الأجواء اللي كانت موجودة، يعني التلج القاء والدرجات الحرارة المنخفضة ما بتتحمل. في نقطة للي بيحب يكاثر هاي النبتة، إذا بدنا نقول إكثار بالعقل، رح أحطها هون بس تكون واضحة. هلأ هاي ورقتها ولا إشي، هون ممكن أحط الهرمون إذا عندي هرمون تجذير، بدي أكون عارفة الاتجاه الورقة. دايماً بنقول بأي تعقيل لازم اتجاه الورقة من فوق أو من تحت. هون في عنا أسفل الورقة، إذا بدنا بنحط الهرمون، ما بدنا مو مشكلة، بس بنغزها، لأنه العصاريات من النباتات اللي بسرعة بتعطي جذر، يعني ما بتطول. فهاي هي طريقة التشتيل، بس بغرسها بالتربة. طبيعي بدي أضل بس محافظة على رطوبة التربة تبعتها، زيها زي أي تعقيل تاني، بس ما أكون كتير معبية البيتموس مية، وأحسن بيكون في البيتموس من التربة الطينية العادية. بدها إضاءة. هلأ الموقع اللي إحنا فيه موقع داخلي، لكنه إضاءته ممتازة، علشان هيك العقربة أو الشلمبرجيرة مفتحة بطريقة كتير حلوة. ممكن أحطها هلأ هي محطوطة هون مثلاً بسلة، وهاي يمكن الأفكار اللي بحب أحكي فيها. هلأ هاي زي كأنها سلة معلقة، بقدر أعلقها إذا عندي، خلينا نورجيكم. بس أنا عندي هاي مثلا الحديدة، ممكن أجيب زي الخطاف وألزق الشلمبرجيرة بهالطريقة إذا بدكم، فبتصفي كأنها متدلية وراها المنظر اللي أنتم شايفينه، فبتهيأ لي منظر كتير حلو. الحلو فيها أنها متدلية نوعا ما، يعني إذا بنقدر، إذا بدنا نحب بنعلقها، وإذا بدنا نزرعها بقوار، إذا بدنا نخلطها مع نباتات تانية، لكن متشابهة الاحتياجات. يعني إحنا دائماً لما بدنا نخلط النباتات الداخلية بدها تكون احتياجاتها متقاربة. النبتة الثانية اللي معنا اللي هي البيبروميا. بيبروميا يعني من النباتات اللي لسه أسهل من العقربة. ميزتها إنه ورقتها لما نلمسها كتير، إحنا بنقول واكسي أو شمعية، يعني مخزونها من المي كتير عالي، فبالتالي أبداً ما بتحب زيادة المي. في منها الموشح وفي منها الأخضر، يعني بقدر أقولكم ازرعوها وانسوها، كتير سهلة. تفاوت الألوان بالورقة، إذا كانت موشحة بعطيها جمالية. ممكن يعني هلأ في ناس بيكونوا كتير حابين، في ناس كتير على فكرة عشاق للصباريات والعصاريات، فحتى لما تفوت على بيتهم بتلاقي انه معظم نباتاتهم عصاريات وصباريات. وللاسف الشديد انه في كثير منا ما بحب، هلا هي هوايه بالاخير وحب، يعني اما بحب الواحد او ما بحب، لكن للاسف في ناس بترفضها لمجرد انها صباريات، وانا مش معكم بهاي النقطه،
لأنه في صباريات كتير وخارجية وداخلية بتزهر بطريقة رائعة. يعني الكلنشوة سواء الخارجية أو الداخلية زهرتها رائعة جدا وبتزهر بالبرد، وانتوا شفتوا هذا الحكي معنا. الكلنشوة الداخلية بتجنن في البيت وبتجنن بالحديقة بوقت الصيف. الأتشوفاريا من الصباريات اللي كتير حلوة، إن شاء الله أنه منرتب حلقة منورجيكم هذا الحكي بإزهاره لما يزهروا عنا بأكبر عدد ممكن. لكن هون أنا بقول أنه الصباريات أو العصاريات، يمكن الصباريات فيها شوك مش مرغوبة، لكن العصاريات زي ما أنتم شايفين معنا هلأ. برجع للبيبروميا، نباتات كتير حلوة، حلو أني أكون حاططها في بيتي. حلو إذا أنا مشغولة وما عندي وقت كتير أتابع، ما عندي وقت كتير أسقي وأنظم أموري، أحط العصاريات، لأنه ببساطة هي ما بتحب المي كتير. يعني الكلنشوة والبيبروميا أول خيار للناس اللي مش ما عندها وقت كتير تعتني في نباتاتها. البيبروميا سهلة جدا، بتكبر نوعا ما، بتعتبر سريعة، بتكبر عندنا في البيت. حساسة جدا جدا، مش قصدي أضل أعيد، لكن حساسة كتير لكترة المي. نفس الفكرة وجميع الصباريات أو العصاريات نفس الإشي. العصاريات مشكلتها إذا بتاخد مي كتير، عم نحكي يعني على الحكي إنه داخل البيت هلا عم نحكي، وحتى خارج البيت، لكن بالصيف ما بنحس بها المشكلة قد الشتاء. إذا أخذت مي كتير على طول بتطرى الورقة، بتبطل هداك القوة اللي إحنا متعودين عليها وممكن نفقدها. عشان هيك بنقول إنه ازرعوا عصاريات وازرعوا صباريات، كتير إشي حلو، وديروا بالكم من كترة المي. عشان هيك برجع بقولكم هي كتير سهلة، لا إصابات لا مية، يعني بحس إنه الواحد فعلا مرتاح ومش إنه لازم طول الوقت يفقد. وهذا إشي يمكن مع سرعة الحياة معظمنا محتاجه. برجع وبعيد الأسماء، الشلمبرجيرة أو العقربة والبيبروميا، وبضيف عليهم كذكر الكلنشوة ممكن إذا بتحبوا. نباتات حلوة كتير، بدها إضاءة غير مباشرة، إضاءة حلوة في البيت، بتعطي ألوان قوية وبتعطي زهور حلوة في البيت، فبشجعكم عليها وبتمنى لكم نهار سعيد. Thank you.